أهلا وسهلا بكم. السهم اليوم إن شاء الله سهم سابك، سأقوم بتحليله على المدى البعيد والمتوسط والقريب. أحب أذكركم أن هذا المحتوى يقدم من قناة خلف أسهم على اليوتيوب. تجدوني بالبحث بعبارة خلف أسهم، أقدم تحليلات تعليمية للسوق السعودي والأمريكي. وأحب أذكركم أن كل ما يطرح في هذه القناة عبارة عن محتوى تعليمي ترفيهي، ليس دعوة لبيع أو شراء. طيب، نقول بسم الله ونبدأ بالمدى البعيد اللي هو المونثلي شارت أو الشارت الشهري. طيب، نلاحظ قوة السهم على المدى البعيد، مستمر بتحقيق قيعان أعلى من سابقتها، قاع هذا قاع أعلى من سابقه، وهذا قاع أيضا أعلى من سابقه، ولو أنها ليس بعيد ولكن يعتبر علامة جيدة على قوة السهم. هنا أعلى جديد، هنا أعلى جديد لأول مرة منذ تقريبا 2009 أو 2008، أعلى مستوى حققناه في شهر مارس، يعني قبل تقريبا شهرين، أعلى مستوى منذ تقريبا 2009، أكثر من 10 سنوات حققنا أو حقق سهم سابك 141 ريال، وهو أعلى سعر يحققه السهم منذ أكثر من 10 سنوات. طيب، واضح لدينا جدا قوة مستوى المقاومة التي هي 140 ريال، لم يستطع حتى الاقتراب منها، وهذا دلالة على قوة المقاومة. إن شاء الله قد يتجاوز. أيضا عندنا 130، لدينا مستويين أو مستويان اللي هو 130 و140 ريال، تعتبر مقاومة قوية جدا لم يستطع تجاوزها السهم منذ سنوات طويلة. صحيح اخترقها إلى الأعلى، ولكن لم يستطع التماسك عند هذه المستويات. أيضا لدينا مستوى 110، ولدينا مستوى 80 ريال، أو تقريبا 84 ريال، يعتبر مستوى دعم ونقطة ارتكاز ونقطة محورية للسهم، يجب أن لا يتجاوزها دائما إلى الأسفل. إذا تجاوزها فهو مرشح للنزول لمستويات عليا، مستويات دنيا عفوا. طبعا هذا الخط الأحمر هو متوسط 200 شهر، وهذا علامة على قوة السهم، أن السهم أعلى متوسط 200 على الشارت أو الرسم الشهري. طيب، خلونا ننتقل للمستوى متوسط المدى الأسبوعي، وخلونا نشوف أيضا كيف السهم على المدى الأسبوعي. طيب، هذا متوسط 200 أسبوع، وأيضا السهم أغلق أعلى منه، وهذه أيضا علامة قوية للسهم. طيب، لاحظوا هنا مستوى 110، عندما تراجع لم يستطع اختراقها الأسفل، وهذا دلالة على قوة مستوى 110 وثقة الناس وثقة المتداولين والمستثمرين عند مستويات 110. ارتد مجددا إلى أعلى وكسر القمة السابقة، وهذه أيضا علامة قوة على السهم، لكن يحتاج السهم أن يرتاح قليلا. لاحظوا هنا مسار صاعد تقريبا سنتين أو لم يرتاح السهم، تراجع قليلا هنا، لكن يفضل بعد للسهم حتى يستطيع أنه يواصل الصعود يهبط هبوط مثل هذا الهبوط الذي يعتبر جني أرباح، وجني أرباح المستثمرين الذين لا يرغبون بالاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة، ومسار أفقي ثم يصعد مجددا. هذه علامات صحة الترند واحتمالية مواصلة الصعود. طبعا الآن السهم بين مستوى 110 و130 ريال. طيب، خلونا نشوف شكله على المستوى قصير المدى اليومي. هذا متوسط 200 يوم، وهذا مستوى مهم جدا يتابعه معظم المستثمرين
حول العالم، وخصوصا أيضا في كل مكان يعتبر مؤشر مهم جدا، ويعتمد عليه كثير من المستثمرين وكبار المستثمرين، ليس فقط الصغار، إنما كبار المستثمرين يعتبرون المتوسط 200 يوم على الشارت اليومي أو الرسم اليومي يعتبر علامة مهمة قبل الاستثمار في أي سهم، وإغلاق السهم أدنى من هذا المتوسط يعتبر علامة ضعف وعلامة سيئة. طبعا للأسف أن هنا أغلق السهم أدنى من متوسط 200 يوم، نحن نتكلم على المدى قصير، قصير المدى اللي هو الرسم البياني اليومي، و أغلق مرة هنا تقريبا نوفمبر ثم أغلق مرة أخرى، وهذه علامة ضعف على المدى القصير، ونتمنى أن لا يستمر الضعف وينتقل الضعف إلى المستوى الأسبوعي والمستوى الشهري. طبعا لا زال هناك علامات قوة للسهم، وهنا نلاحظ خط الاتجاه لا زال محافظ على خط الاتجاه، لم يكسر خط الاتجاه، لكن للأسف أنه اقترب منه، وهذه علامة سيئة أخرى أيضا. يجب أن يحافظ على خط الاتجاه وأن لا يغلق تحت هذا الخط، لأنه مرشح للنزول مرة أخرى إن كسر هذا الخط. طبعا إن كسر، وإن شاء الله ما يكسر، عندنا مستويات 110 مستوى قوي جدا، وإن انكسر هذا المستوى فأيضا هناك خطورة لنزول السهم لمستويات أخرى. طبعا الرسم البياني هو فن وعلم معروف للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية بناء على حركة الأسعار السابقة، وهو فعال جدا ويقدم تنبؤات تصل دقتها إلى 80% في معظم الأحيان، فقط يجب أن يكون هناك إجادة لقراءة الرسومات البيانية وتحليل حركة السعر على أكثر من مستوى. انتهى الشرح، وأتمنى إن شاء الله أني قدمت نظرة مهمة وعامة للسهم، وأتمنى لكم الربح الوفير لنا ولكم، ونتشرف بانضمامكم للقناة، وشكرا لكم، مع السلامة.